بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا سنة تانية. النهاردة هنتكلم على آخر مرحلة من مراحل التاريخ البطلمي في مصر، ألا وهو حكم الملكة البطلمية كليوباترا السابعة في الباطر، اللي هو امتد من فترة 51 قبل الميلاد حتى 30 قبل الميلاد. الحقيقة هنرجع بالذاكرة كده في المحاضرة اللي قبلها، وقلنا إن بطليموس الـ12 نيوس دينيسوس الملقب بأيوليتس، أي بطليموس الزمار نتيجة حبه للعزف على المزمار، ما كانش يعني متقبل من قبل الرومان بشكل كبير، وما قدرش إن هو يصل لرضا الرومان عليه غير بعد فترة طويلة، وبعد ما دفع رشاوي وبعد فترة كده من الخلافات، وتعرضنا للموضوع دوت بشكل مفصل المرة اللي فاتت. بطلمي the 12th Aeolites or Neos Dionysus or the New Dionysus ruled from 80 BC to 51 BC wasn't accepted by Rome، يعني ما كانش متقبل، he wasn't accepted by Rome to be the legitimate king of Egypt. He spent his lifetime to prove his legal right، حقه الشرعي، his legal right to be the king of Egypt. And finally, Ptolemy Auletes, Ptolemyus الزمار, was accepted by Rome as the legal king of Egypt in 59 BC after paying a large bribery، أو بعد دفع رشاوي مبالغ مالية طائلة لروما. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن بطليموس الـ12 توفى في 51 قبل الميلاد، وتولت السلطة كليوباترا السابعة، وكانت ساعتها يقال إن هي كانت تقريبا عندها 18 سنة، وتولى معاها أخيها الأصغر بطليموس الـ13، وكان تقريبا عنده في هذه الفترة 10 سنوات. وقال أوصى بطليموس الـ12 إن الابنة الكبرى كليوباترا السابعة تحكم بشكل حاكم مشترك مع أخيها بطليموس الـ13. So after Ptolemy the 12th died in 551 BC and his eldest daughter Cleopatra the 7th, who was only 18 years old, ruled as a co-regent with her smaller brother Ptolemy the 13th, who was only 10 years old. هنرجع كده تاني نشوف روما بيحصل فيها ايه. ظهر على الساحة السياسية واحد من أبرز القواد الرومان، وهو يوليوس قيصر. يوليوس قيصر كان سليل عائلة رومانية من الطراز الأول، وأحد من العائلات الغنية والمشهورة في هذه الفترة، وكان قائد عسكري من الطراز الأول. كون هو وطلع اتنين من القواد العسكريين تانيين، واحد اسمه بومبي واحد اسمه ماركوس كراسوس، وده كان يعني الفيلو كونسل بتاع بومبي. الثلاثة دول كونوا كده ائتلاف أو حكم اسمه فيرست تراين فارايتا أو فارايتي، ودوت معناها الإيه، المنتصرون الأوائل، وهم كانوا متربعين على أو كان في إيديهم قبضة الحياة السياسية في روما في مواجهة إيه، مجلس السيناتو. So during that time and during the reign of Cleopatra the 7th, there was a very important or prominent character in Rome who was called Julius Caesar. Julius Caesar was a descendant, يعني إيه descendant؟ يعني سليل. He was a descendant of a patrician family of Rome، أحد كبار العائلات في روما. Caesar, Pompey and Marcus Crassus was Pompey's fellow consul, formed together، يعني كونوا مع بعض، an informal pact، ائتلاف كده غير رسمي، it's called the first triumvirate or the first victorious، المنتصرون. And this collation was the most important or most powerful political collation in Rome beside the Roman Senate. الحقيقة توطدت علاقة جوليوس سيزر ببومبي. جوليوس سيزر كان عنده بنت اسمها جوليا، وجوليا دي تزوجت من بومبي، وده دعم الائتلاف اللي ما بينهم. لكن بعد موت جوليا اللي هي بنت يوليوس قيصر، وكانت بنفس ذات الوقت زوجة بومبي، الاثنين اعلنوا الحرب او الاثنين اصطدموا مع بعض. يبقى after the death of Julia was the daughter of Julius Caesar. Julius Caesar had a daughter called Julia and this daughter was married to Pompey.
However, after the death of Julia, the political struggle arose between Pompey, the Council of Rome, and Julius Caesar, Pompey's fellow consul. طيب الصراع السياسي دوت دار في منطقة في روما، والحقيقة بومبي كان بيدعمه بشكل كبير جدا، مجلس السيناتو، أما جوليوس قيصر كان بيدعمه عامة الشعب اللي هم يعني يعرفوا باسم البلابيس. So the political struggle arose between the most important characters in Rome, between Pompey in Rome, and this one was supported by the Roman Senate. عشان يعرف يعني ايه Roman Senate, it's a council, a political council. It formed or it consisted of different members which were known by their wisdom. مجموعة كده من الأعضاء اسمه مجلس الشيوخ أو مجلس السينات، ودوت كان بيتكون من مجموعة من الأعضاء اللي معروفين بالحكمة، وبيتكونوا من كبار العائلات في روما، وكان في إيديهم يعني إيه ثقل سياسي كبير في مواجهة القنصل الروماني. يعني ده كان النظام السياسي المتبع للحكم في روما. فالحقيقة بومبي كان أخذ تعاطف أو أخذ السبورت أو أخذ سند ودعم من مجلس السيناتو، ودي كانت نقطة طبعا مهمة جدا لصالحه. أما بالنسبة لجوليوس سيزر، he was supported by the common people، مع من قبل عامة الشعب في منطقة الغالة اللي هي منطقة جول، supported in Gaul by the plebeians or by the common people. طبعا هما الاثنين خاضوا حروب كتير جدا، سيزر وبومبي. وبعد مجموعة من الحروب، يوليوس قيصر قدر ان هو يستولي على عدد كبير من المدن الإيطالية وعدد كبير جدا من الولايات في منطقة اسبانيا التي كانت توالي للحاكم الروماني او يعني القائد الروماني بومبي. وفي النهاية يوليوس قيصر قدر ان هو يهزم جيش او قوات بومبي في اليونان في منطقة اسمها فارسالوس. So after a series of battles, Caesar succeeded in gaining authority. يعني ايه gaining authority؟ ان هو يعني ياخد سيطرة او ان هو يستمد السيطرة over the Italian cities. قدر ان هو يسيطر على عدد كبير جدا من المدن الايطالية. He could gain authority over the Italian cities and seven legions of Spain loyalty which were very loyal to Pompey، التي كانت موالية للحاكم او القائد الروماني بومبي. Finally, Caesar got victorious over the army of Pompey in Greece at the Battle of Pharsalus. In this battle, Caesar was a victorious one and Pompey was a loser. الحقيقة بومبي هرب لمصر طمعا في دعم الملك البطلمي ليه، اللي هو كان مين بقى؟ ملك بطلميوس ال13. والحقيقه الملك بطلميوس ال13 في البدايه كده كان بيدعمه، بس لما لقى ان الكفه هترجح في ناحيه يوليوس قيصر، قتل تم قتل بومبي في مصر، وارضاء للقائد الروماني يوليوس قيصر. زي ما احنا قلنا زي ابوه بالظبط، هو كان دايما بيحاول ان هو يكسب رضا الحكام او يكسب قوة روما السياسية، نتيجة هي كانت اصبحت خلاص القوة الصاعدة ونتيجة ضعف الدولة البطلمية في هذه الفترة. So Pompey fled to Egypt. Why he fled to Egypt? Because he tried to gain the support of the Ptolemaic king Ptolemy the 13th there. However, Ptolemy the 13th, when he found that the victorious one would be Caesar, he tried to gain his satisfaction by killing Pompey, his enemy. وبكده اتقتل بومبي ايه في مصر. يعني هناخد كل كده كده في حته صغيره كده، الاثار طبعا انتوا هتعرفوها بعد كده بالتفصيل. بس احد المسميات الخاطئه لنصب دقلجيانوس او عمود السواري او عمود بومبي الموجود ناحية معبد السيرابيوم ان هو اسمه عمود بومبي، لان كان بيعتقد ان بعد قتل بطلميوس او بعد اوامر بطلميوس ال13 بقتل بومبي، وضعت رأسه داخل آنية او فوق هذا العمود، وعلشان كده يسمى خطأ باسم عمود بومبي في بعض الروايات. So this pillar was wrongly named as Pompey's pillar and it refers to the Roman general Pompey who fled to Egypt. And as we said before, he was killed by the military forces of Ptolemy the 13th. After his death, his head was placed in a
precious urn، كانت محطوطة في آنية من أواني الحرق المعروفة، and placed over this pillar, and this therefore this pillar was sometimes wrongly named Pompey's pillar. بعد الحقيقة قتل بومبي، يوليوس قيصر زار مصر، ويقال إن هو في هذه الزيارة وقع في حب كيلوباترا السبعة وتزوجها وخلف منها ابن اللي هو قيصرون. قيصرون معناها قيصر الصغير، بما ان هو اسمه يوليوس قيصر فهو قيصرون معناها قيصر الصغير، ولقب في مصر باسم بطليموس ال15 الذي يعتبر هو اخر ملوك الدولة البطلمية. طيب حد هيسأل دلوقتي، اخو كيلوباترا اللي كان بيحكم معاها هو بطليموس ال13، وهي خلفت بطليموس ال15، فين بطليموس ال14؟ بطليموس ال14 هو الشقيق الأصغر لكيلوباترا السبعة، تمام، وهو تولى الحكم معاها بعد إيه؟ بعد وفاة أخوها بطليموس ال13. So Caesar visited Egypt and married the sister of Ptolemy the 13th, who was the sister of Ptolemy the 13th, Cleopatra the 7th, and he gave birth to the Caesarea. Caesarium means the little Caesar, خلاص referring to the name of his father Julius Caesar, and he was titled as Ptolemy or Ptolemy the 15th. Ptolemy the 15th considered to be the last king, the last Ptolemaic king in the Ptolemaic history of Egypt. So we have Ptolemy the 13th, the elder brother of Cleopatra the 7th, Ptolemy the 14th, the younger brother of Cleopatra the 7th, and finally Ptolemy the 15th, here the son of Cleopatra the 7th. Tani, Ptolemy the 13th is the elder brother of Cleopatra the 7th, الأخ الأكبر الكبير. Ptolemy the 14th is the younger brother of Cleopatra the 7th, and finally the last Ptolemaic king was Ptolemy the 15th or Caesarion, the son of Mim, the son of Cleopatra the 7th and Julius Caesar. ويقال ان دعيت كيلوباترا السبعه لزياره روما بقياده او بمصاحبه قيصرون اللي هو بطليموس ال15 واخوها الاصغر زي ما قلنا بطليموس ال14. Cleopatra was invited to visit Rome with her son Caesarion, Ptolemy the 15th, and her younger brother Ptolemy the 14th in 46 BC. يعني برضو فلاش باك كده على بعض الأجزاء الأثرية اللي تهمنا. ده الأوتر وول أوف دندرة، ده الواجهة الخارجية لمعبد دندرة، وهنا هنلاقي رسمة لكيلوباترا وابنها قيصرون وهم بيقدموا القرابين لآلهة المعبد، ودي أحد المناظر المهمة جدا المفروض إن أنت تشرحها كجايد بعد ما تخلص المعبد وتطلع بره في الفناء اللي هو إيه، في الحائط الخارجي للمعبد، هتلاقي هذا إيه المنظر. في النهاية قتل يوليوس قيصر من قبل يعني مكيدة تمت عملها أو تدبير كده اتعمل، لأن هما من الآخر هما خافوا. يوليوس قيصر تزوج المملكة الملكة البطلمية وجاب منها بطلميوس ال15، وده يعتبر يعني امتداد للمملكة البطلمية، وده ما كانش تخطيط روما. روما كانت عايزة تقضي على الأسرة البطلمية علشان تستولي على مصر، وعلشان كده تم القتل في النهاية يوليوس قيصر. A conspiracy was held by the Roman aristocrats who lost their power and they killed Caesar in 44 BC. Why did they did kill Caesar? Because they didn't want to eat, to they tried to demolish any traces or any wish to have to the continuity of the Ptolemaic empire in Egypt, and they wanted to conquer Egypt. هم كانوا عايزين يستولوا على مصر. طيب هل بعد موت يوليوس قيصر وبعد موت بومبي قبلها مين اللي هيظهر على الساحة السياسية في روما؟ اللي هيظهر على الساحة السياسية في روما اثنين، واحد اسمه مارك أنتوني، ومارك أنتوني دوت هو اللي كان بيشارك يوليوس قيصر وظيفة القنصل في روما في أواخر أيامه، وواحد تاني اسمه جايوس أوكتافيانوس أوغستس،
وجايوس أوكتافيانوس كان ابن أخوه، وكان ابن بالتبني ابن أخو قيصر وابنه بالتبني. فبالتالي الصراع هنا ما بين إيه؟ مارك أنتوني يعني المساعد ليوليوس قيصر، الرجل الثاني بعد يوليوس قيصر في روما، وجايوس أوكتافيانوس اللي هو يعتبر زي ابنه، هو ابن أخوه وابنه بالتبني. خلاص. So after the death of Pompey and Julius Caesar, the most powerful men in Rome, a political struggle arose again between two other generals. Who are these generals? Mark Antony and Gaius Octavianus Augustus. Who are these men? The first one, Mark Antony, he shared the consulship. شارك جوليوس قيصر او يوليوس قيصر ايه وظيفه القنصل. He shared the consulship with Caesar in the final year of his life. On the other hand, Gaius Octavianus Augustus was his nephew, كان ابن اخوه, and he was also his adopted son, ابنه بالتبني. الحقيقة الرومان سينات أو مجلس السينات ومال أكتر ناحية مارك أنتوني، في حين ان جايس اوكتافيانوس اوغستوس كان برضو ليه مركز قوي باعتباره هو ايه النفيو and the adopted son. So we should say that Mark Antony was highly supported by the Roman Senate in front of or facing Gaius Octavianus Augustus, the nephew of Julius Caesar and his adopted son. وعلشان الدنيا ما تقعش وعلشان ما يحصلش صراع سياسي أكبر من كده ما بين القائدين، قرر مجلس السيناتو إن هو يقسم يعني حكم الولايات المختلفة التابعة لروما لقسمين. قال لك مارك أنتوني هيبقى مسؤول عن الولايات الشرقية، يعني هيبقى مسؤول عن جهة الشرق، في حين إن جايوس أوكتافيانوس أوغسطس كان هيبقى مسؤول عن ناحية الغرب، ناحية الولايات التابعة مثلا لروما ومنطقة أسبانيا والكلام دوت كله هتبقى لجايوس أوكتافيانوس أوغسطس. So the senators and to in order to prevent any further struggle between Gaius Octavianus Augustus and Mark Antony, they decided that the empire should be shared, the administration of the empire, the rule of the Roman Empire should be shared between the two generals. Mark Antony became responsible for, أصبح مسؤول, he became responsible for the eastern states of the empire. And on the other hand, Gaius Octavianus Augustus was responsible for the western states of the empire. طيب في مصر كليوباترا السبعة اللي كانت بتحكم مع أخ صغير بطليموس الـ14 وعندها ابن صغير بطليموس الـ15، كانت في حاجة لأنطونيوس ومارك أنتوني أو أنطونيوس دوت كان في احتياج لكليوباترا. ليه؟ لأن كليوباترا كانت يعني تعتبر لسه شابة وما عندهاش خبرة في الحكم، وكانت في النهاية عايزة حد قائد عسكري من الطراز الأول يقدر يساندها ويقدر يحمي ملكها. ده بالنسبة لكليوباترا. طيب أنطونيوس كان محتاج من كليوباترا إيه؟ كان محتاج إن هو من الآخر يستفيد من خيرات مصر ويضم مصر لصالح الإمبراطورية الرومانية. So both Cleopatra and Mark Antony needed the assistance of each other. الاثنين كانوا في احتياج سياسي لبعض. Both of them needed each other. Why? The Egyptian queen needed the political power. كانت محتاجة ال political power, القوة السياسية of Mark Antony to maintain as the queen of Egypt, عشان تقدر أصلا تستمر كملكة لمصر. خلاص الدولة البطلمية بتنهار، ودايما أصبح التقليد إن الملك البطلمي محتاج دايما لسند من قبل القوى الرومانية. On the other hand, Mark Antony was in need to the economical wealth of the Ptolemaic Empire. كان محتاج للقوة الاقتصادية لمصر to support his armies. وزي ما قلنا قبل كده مصر هي سلة الغلال. خلاص لأن قبل كده زي ما قلنا في القصص ديت إن البلاد بتاعت روما واليونان ما كانتش بتنتج قمح. ومصر كانت بتنتج قمح اللي بيوفر اللي بيزيد ويفيض كمان عن احتياجها وبتصدره لدول العالم، فمصر كانت مطمع للقوى الخارجية والسياسية كلها.
So the Egyptian queen needed the political assistance of Mark Antony, and Mark Antony needed the economical assistance of Cleopatra VII. الحقيقة مارك أنتوني عمل حاجة كده يعني تعتبر علشان يدعم حكم كليوباترا. هو في سنة 34 قبل الميلاد عمل احتفالية كبيرة في اسكندرية وأعلن إن سيزاريون أو قيصرون ابن يوليوس قيصر وابن كليوباترا السابعة هو هيصبح الملك الشرعي على البلاد. ومارك أنتوني وكليوباترا تزوجوا وقال إن هما كان ليهم أولاد وأصبحوا حلف مع بعض. وطبعا بعد ما عمل الإعلان دوت مارك أنتوني جن جنون مين بقى؟ جن جنون القائد الثاني اللي هو جايوس أوكتافيانوس أوجستس، وخصوصا نتيجة انتشار الشائعات في هذه الفترة إن مارك أنتوني عايز ينقل العاصمة، عاصمة الإمبراطورية الرومانية، من روما لإسكندرية. انتشرت يعني ايه رومرز او اشاعات بهذا الغرض، وعلشان كده بدأ التحرك العسكري لاسكندرية لوقف يعني نفوذ مارك انتوني اللي هم شافوه ان هو يعني ايه بدأ يبقى خطر عليهم. فعلشان كده زحفت القوات جايوس اوكتافيانوس اوغسطس لمحاربة مارك انتوني في اسكندرية. So as we said before, Mark Antony and Cleopatra needed each other, so they married and gave birth to different children. And in 34 BC, a great ceremony was declared or made in Egypt, in Alexandria. And Mark Antony declared that Ptolemy the 15th, who is the son of Cleopatra the 7th and Julius Caesar, would be the heir of Caesar. And he would be the following or the coming heir, the coming Ptolemaic king. This declaration was a great challenge to Octavian Augustus. ده كان تحدي كبير زي ما قلنا to Octavian Augustus in Rome, who was responsible for the Western States اللي هو كان مسؤول عن الولايات الغربية زي ما قلنا في التقسيم قبل كده. And therefore, also rumors spread, يعني إشاعات طلعت, rumors spread that Antony intended to move. يعني إيه intended to move؟ كان بينتوي لنقل. Intended to move the capital of the empire from Rome to Alexandria. إن هو عايز ينقل العاصمة من روما إلى اسكندرية. الحقيقة زحفت قوات مارك أنتونيوس وكيلوباترا ناحية بلاد اليونان. وفي سنة 30 قبل الميلاد أوكتافيون أوغسطس برضو وصل لبلاد اليونان في منطقة أو في مكان كده اسمه منطقة أكتيوم. ومنطقة أكتوم أو مدينة أكتوم بتطل على السواحل الغربية لليونان. وفي هذه المعركة البحرية، معركة أكتوم البحرية، هي دمر أسطول البطلمي بشكل كبير. يعني معظم الأسطول البطلمي تم تدميره لأن هو حوصر من جهات في اتجاهات من اسطول جايوس اوكتافيانوس اوغستس. ويقال ان سحبت كيلوباترا لمصر وان هي انتحرت، وبذلك انتهى حكم البطالمه في مصر. انتوني اند كيلوباترا moved their armies، يعني زحفوا بقوتهم towards Greece لليونان لمقابله اوكتافيان اوغستس. In 30 BC, Octavian crossed Greece with his armies and fleet at Actium. Where is Actium? Actium is overlooking, كانت بتطل on the western coast of Greece، على الساحل الغربي لبلاد اليونان. In the naval battle of Actium، في معركة أكتيوم البحرية، the fleet of Antony was destroyed، أسطول أنتوني تم تدميره بشكل كامل. He and Cleopatra fled to Egypt where they committed suicide، إن هم انتحروا. زي ما قلنا أهو، ادي اللي هو باللون دوت ده اسطول مارك انتوني، في حين ان اسطول جايوس اوكتافيانوس اوغستس حاصرهم بشكل كبير جدا وتم تدميرهم. وادي منطقة اكتيوم على الساحل الغربي لبلاد اليونان، وده في معركة اكتيوم 31، هو تاريخ فاصل جدا من تاريخ المصري، التاريخ البطلمي المصري. After the battle of Actium in 31 BC, Gaius, Julius, Caesar, Octavianus، ده الاسم الكامل لأوغسطس،
وأغسطس في هذه الفترة كان تقريبا عنده 33 سنة، حكم الدولة الإمبراطورية الرومانية بأكملها. تم توحيد بقى الولايات الشرقية والغربية، وأصبح هو أول إمبراطور روماني وحد الولايات، ويصبح هو الإمبراطور على كافة أنحاء الإمبراطورية الرومانية. وبعد هذا التاريخ فقدت مصر استقلاليتها كمملكة بطلمية مستقلة سياسيا واقتصاديا، وأصبحت مجرد ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية. After the Battle of Actium in 31 BC, Gaius Julius Caesar Octavianus, who was known as Augustus, who was only 33 years old, he became the Roman Emperor of the whole Roman Empire. After the battle, the naval battle of Actium in 31 BC, Augustus succeeded in making Egypt as a Roman state after being for all this time an independent Ptolemaic empire.